بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح دلوقتي منظر رسم منظر غروب. رسم منظر غروب، هنبدأ الأول اللون الأصفر، نحط كمية لون أصفر كده، بتدريج مع اللون الأحمر، زود احمر كمان، سنة مية بسيطة كده، نمشي اللون. ناخد نسبة ازرق، نسبة ازرق مع اللون الاحمر، ازرق مع احمر، نص كده طبعا للموف. نفس التدريج ده، وهبدأ أسيح بقى طريقة رأسية. نغسل الفرشة عشان اللون الأصفر بيخرج مع أي لون. الغروب يا جماعة بيتميز بألوانه السخنة، الألوان السخنة زي الأصفر والأحمر، بنفس التدريج ده، سنة أبيض تحت الأصفر كده، كده احنا يعتبر عملنا السما. ناخد نسبة أحمر، سنة أحمر بسيطة كده مع سنة أزرق برضه خفيفة جدا، بصوا نقش كده بعمل سحاب. نلاحظ اللون الموف اتحرك معايا في السحابة، بصوا جيبها على مفيش كده. تمام، لو فرضنا ان دي السما مثلا، هنجيب خط اشجار بسيط هنا، بعدين نجيلة، بعدين شوية ماء. طيب الشجر الأولاني دوت هنخش اللون الأحمر، بصوا كده أحمر، وسنة أزرق عليه، هنا اللون الموف، وشوية اسود
عشان ابدا اعمل الشجر. بص كده بسن الفرشه من على الجنب كده احاول اعمل اشجار. الفرشه كان فيها شويه ميه نمسحها. سن الفرشة كده بالجنب. بص اللون الأصفر لما بيتخلط مع اللون الموف بيديني كأن ضوء الشمس ضارب في الشجر فتخليه باهت وخفيف، لأن أنا بطلع شوية باللون على الأصفر. الضربات كلها بسن الفرشة بسن الفرشة. لاحظ اللون هنا على سن الفرشة. الجزء الثاني لو هنرسم نجيلة هنا اشتغل باللون الأسود الأول، طبعا لما باجي أقفل المنظر بجيب من جوه لبره، لأن الجزء اللي بره ده هيجي فيه شجرة تبقى لها أرضية كده. بسحب الفرشة كده كده انا قفلت الزاوية اللي هي كانت ناقصة عندي، وكذلك الأمر الجنب التاني ده عشان أكبر الشجرة بتاعتي. بحاول أدي ضربات بالفرشة بحيث تديني هنا ميل خفيف لفروع الشجر، ميل خفيف ضربات مايلة كده. لسه ننزل الأسود هنا والأسود دوت هنستنى عليه شوية لحد ما ينشف، سواء ده او ده او اي لون تاني. هنشتغل في الجزء اللي فيه المية وبعدين نعمل الشجر. طيب المية دلوقتي واخدة لون ايه؟ المية هتاخد لون السماء، هتاخد لون السماء. هندي الاصفر لانه هو اقرب لون، هنعكس بقى من الاصفر برتقالي احمر موف، هنعكس هنا كده. نبدأ من هنا من الأصفر، نعم سنة أحمر، بص أنا بخشش على الأسود عشان الأسود لسه منشفش، ممكن يبهدل معايا اللون اللي أنا شغال بيه، فبشتغل سنة بسنة، بص من غير ما أنطش فيه كده، سنة بسنة، يعني اللون الأحمر. باخد اللون الموف سنة مية كده مع اللون الموف، خلي الأزرق تحت اهو. أنا كده عكست اللون اللي فوق هو اللي تحت تدريجه. هيتبقى معايا الجزء ده هقفله ازاي؟ بفرشة وهبدأ أسيح تسيحة بسيطة كده، أدخل ده بده لأن ده أخضر وده لسه أخضر، فهقدر إن أنا أسيح ما بينهم كده. يبقى أنا كده ما دخلتش على اللون اللي هنا،
وما دخلتش على الاسود هنا. تجيب سنة اخضر، سنة لون اخضر، همشيها على الحرف وهنعرف دلوقتي ليه. هاي ضربات خضرة كده على الحرف، بص هسحبها ازاي، من فوق لتحت على ما فيش. بصوا احنا كده سيحنا الاخضرات هنا. طب النجيله اللي هنا ده اللي هيبقى الظل بتاعها، ظل اللون تحت هنا، فبعمله هو الاول عشان الميه لسه خضراء. قلنا اي تسيح هنسيحه لازم يبقى اللون لسه ما نشفش. اتبقى معايا الجزء ده اللي طالع منه الشجر، طالع الشجره ده، هنديله اسود ونفس الطبقات. تمام، هنستنى شويه على اللون لما ينشف وبعدين نكمل الرسم. كده يا جماعه بعد ما اتاكدنا ان الالوان اللون الاسود نشف، هنبدا نحط كميه نجيل هنا ونعمل الشجر. طيب النجيله يبقى التكون بتاعها اخضر واصفر، بس اخضر واصفر لازم يبقى معتم شويه لان ده منظر غروب، المفروض ما يبانش بيه تاثيرات قوي. فهناخد كميه اخضر على اي قطعه خشبه كده، وهاخد كميه خضر مع ازرق، وهي فرشه عاديه خالص اشتغل بيها كده. دي الضربه بتاعتها، معدوله من فوق وشرشره من تحت. اي فرشه هتشتغل معاك نفس الاسلوب، بس لما اجي اشتغل بيها بشتغل ازاي؟ باخد الاخضر كده، خدت الاخضر على سن الفرشه والظهر واخد اللون الغامق، بحيث لما اجي ادق كده يديني ضربات خضرة فوق. ناخد لون اخضر تاني، هندق كده بطريقة عادلة. بص لما اجي عند الاسود ببدا اخف اللون واجيبه بزاوية، يديني ضربة من فوق اخضر، هكمل الاخضر بتاعي. ماشي هتحرك شوية، انا شغال على قماش يا جماعة، فالقماش سهل جدا في الشغل وما بيتقطعش. يعني انا لو شغال على ورقة ممكن تتقطع مني، وانا غديت كده بالفرشة بدي ضربات بالفرشة ممكن تتقطع مني. هاخد سنة اصفر، بص يا جماعة سنة الأصفر على سن الفرشة من فوق، سن الفرشة من فوق كده زي الأخضر بالظبط كده. بص الضربات، ضربة الفرشة نايمة جدا، سنة أصفر من فوق الفرشة والأخضر من تحت، الأخضر الغامق من تحت، فبيديني خط كده، إيه خطة بسيطة كده. ولما اجي انزل عند الميه بجيبها بزاويه ميل شويه كده عشان يظهر ان هي عاليه والميه تحت واطيه. نكمل اللون الغامق، ناخد الاخضر زي ما قلنا على سن الفرشه من فوق كده، ننزل عند الاسود قلنا بنجيبها بزاوية ميل شوية كده. مش
شايفين الميل بتاع الفرشة عند الحرف بميل الفرشة لتحت شوية. أجيب اللون الأصفر سن الفرشة برضو سن الفرشة. أما من الطرف هو أخضر الفرشة هي هي في أي فرشة عادية تشتغل معاك نفس الشغل ده. نص الضربات بنفس زاوية الميل وكمل على ابتدائها. نص عملنا زاوية ميل ودي مية كمل دي. يبقى الأخضر ده تاني خيال للزرع اللي فوق في المية. تمام. هنيجي هنا للشجرة دي الشجرة دي يا جماعة هنعملها أصفر في أحمر. هجيب اللون الأحمر شوية أصفر من البرتقالي هبدأ أتحرك كده لنفس زاوية الميل اللي احنا قلنا عليها على الأطراف على الجزء اللي بره بس الأول. بعدين هجيب الأحمر وأبدأ أخد الطبقات متبعدة. أصفر تمام. فرع الشجر ممكن نطلع الشجر من هنا كده لون أبيض. ده فرع الشجر اللي هنا. في فرشة بقى صغيرة شوية ونعمل هو كده تمام. الجزء الثاني هنعمل نجيلة خضراء في الجزء ده. بصوا حاجة عشوائية كده الأخضر لون الأخضر مع الأزرق عشان يدي عتمة شوية. بعدين على سن الفرشة بتاعي والأصفر ودي الرباط هنا نفس الشكل كده مع سن طبط على الحرف. هنلاقي ان المنظر بيتجمع معانا. طبعا انا بعمل نجيلة هنا فوق الشجر عشان ادارك الجزء بتاع الشجرة ده. بقى معايا الشجر اللي هنا خبطات عادية كده بس بسن الفرشة بسن الفرشة ده مفيش. عملنا شجرة في الجزء ده. ممكن نعمل شجرة ناشفة مثلا طالعة من هنا اللون الأسود ده. ببدأ من التخين على الرفيع وأسحب فروع الشجر بتبقى التقسيمة بتاعتها عشوائية. حاجة رفيعة كده الجزء ده ممكن اسيبها كده
وممكن اديها ضربات اخضر واحمر على حسب لو لقيت المساحه بتاعت السماء معايا فاضيه. ماشي ممكن احطها. بصوا كده الاصفر مع الاحمر هتوضح شكل الشجره. تمام ممكن اقسم اسود كده بسيطه ونعمل عصفور طاير. نعمل زي كده مثلا وبكده يبقى خلصنا جزء منظر الغروب. هندي لطشات بسيطة بس تحت هنا عشان يبان ان في حركة مية في اللوحة. نجيب الفرشة على سن ابيض بالسن كده. بص سن الفرشة بس بدي ضربات خفيفة جدا على النجيلة نص النجيلة كده. بص عملت كأن الماية متحركة وفي أمواج بسيطة بتضرب في فروع الشجر من تحت. حاجة رفيعة جدا كده. وبكده يبقى خلصنا الدرس. نشوفكم على خير في درس تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.